الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان ذي الجبروت والملكوت، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبح القدوس رب الملائكة والروح. لا إله إلا الله يوم تدك الأرض والجبال. لا يوم تشقق السماء بالغمام. لا إله إلا الله يوم تتنزل ملائكة الرحمن. لا إله إلا الله يوم تنصب الموازين وتعرض الأعمال. لا إله إلا الله يوم تزلف الجنان. لا يوم تسعر النيران. لا إله إلا الله طريقنا، لا إله إلا الله طريقنا، والله رفيقنا.
رفيقنا والله يحرسنا من كل شيء يضرنا ما خلقنا للفناء ولكن للبقاء بعد اللقاء في دار البقاء في دار البقاء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك إلهنا إن كتبت في سابق علمك أن هذه ليلة القدر فنسألك يا منابنا يا منابنا يا منابنا جنة الفردوس أدخلنا جنة الفردوس أدخلنا ومن نظرة إلى وجهك الكريم لا تحرمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا إلهنا سمع العابدون بذكر عذابك فخشعوا وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا إلهنا ترى مكاننا وتسمع كلامنا وأنت أعلم بحالنا شكوانا لك لا لأحد من خلقك لا لأحد من خلقك فاقبلنا في رحابك في هذه الساعة المباركة ربنا طرقنا بابك فافتح لنا أبواب سماواتك وأجرنا من عظيم بلائك وأجرنا من عظيم بلائك اللهم يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الجن لسليمان ومسخر النار لإبراهيم سخر لنا عبادك الطيبين من حولنا وسهل لنا أمورنا وارزقنا من حيث لا نحتسب وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم ارزقنا ما كان خيرا لنا في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجلا وآجلا يا رب العالمين ربنا آثرنا ولا تؤثر علينا ربنا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم ارحم ضعفنا وفرج همنا وفرج همنا واجبر كسرنا وأمن خوفنا وأمطرنا برزق من عندك لا حد له وخير من عندك لا عدل له اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله
وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك فيه. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن ذا الذي يعطي وأنت صاحب الجود، وهل في الوجود إله غيرك فيدعى، أم هل من جواد سواك، أم هل من جواد سواك فيسأل منه الرضا، أم هل من حليم غيرك فينال منه الفضلى والنعمى، أم هل من طبيب غيرك يكشف الضر والبلوى، أم هل من قاض أو ملك غيرك فترفع إليه الشكوى. يا أرحم الراحمين، إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا، أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يحلل علينا غضبك فلا نبالي، نعوذ بوجهك، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلهنا وخالقنا، نسألك في هذه الليلة الراحة لكل مسلم ضاقت عليه دنياه، اللهم أرح كل مسلم ضاقت عليه دنياه، اللهم أرح كل مسلم ضاقت عليه دنياه، نسألك الراحة لكل من ضعفت عيناه، اللهم أسعد قلوبا أنهكها التمني، اللهم أسعد قلوبا أنهكها التمني، اللهم أسعد قلوبا أنهكها التمني، وبشر أصحابنا بفرح يمسيهم أوجاعهم، اللهم أسعد قلوبهم وأسعدنا بصحبتهم، اللهم لا تشمت أعداءنا بدائنا، واجعل القرآن الكريم دواءنا وشفاءنا، أنت ثقتنا ورجاؤنا، واجعل حسن ظننا بك شفاء لنا، اللهم ثبت علينا ديننا ويقيننا، وارزقنا رزقا حلالا يكفينا، وأبعد عنا شر من يؤذينا، يا الله، يا من سترت القبيح وأظهرت الجميل، استرنا على وجه الأرض، استرنا على وجه الأرض، اللهم ارحمنا في بطن الأرض، اللهم اغفر لنا يوم العرض، اللهم إنك لا تحمل نفسا فوق طاقتها، فلا تحملنا من كرب الدنيا ما لا نطيق، وأبعد عنا مصائب الدنيا وتقلب حوادثها، اللهم قنا فتن الدنيا واكفنا شرها يا الله، واكفنا شرها يا الله، واكفنا شرها يا الله، كم أحدثت من بلاء وأحلت من شقاء، قنا فتنتها يا الله، كم كشفت عن عورة وجلبت من نقمة، قنا فتنتها يا الله، قنا فتنتها يا الله،
وكم أزالت من نعمة وأنزلت من نقمة قنا فتنتها يا الله قنا فتنتها يا الله كم أذلت عزيزا وأعزت ذليلا قنا فتنتها يا الله قنا فتنتها يا الله إن جمعت فرقت وإن راقت هراقت قنا فتنتها يا الله قنا فتنتها يا الله إن جاءت بوصالها حطت بوصالها قنا فتنتها يا الله قنا فتنتها يا الله ارزقنا منها الكثير وقنعنا بالقليل ويسر لنا كل عسير يا الله يا الله اخرجها من قلوبنا واجعلنا واجعلها في ايدينا يا الله اخرجها من قلوبنا واجعلها في ايدينا يا الله ولا تجعل أيدينا سفلى بالاستعطاء يا الله واجعلنا عليا بالعطاء والنماء يا الله لا تجعلها استدراجا واجعلها سراجا يا الله لا تجعلها استدراجا واجعلها سراجا يا الله حملنا الأمانة لجهلنا فأجرنا منها يا مجير يا الله يا مجير يا الله صحح اللهم نياتنا وسسنا كيف شئت إنا راضون يا الله إنا راضون يا الله ذنوبنا حاسرتنا وأنوارنا زلتنا رحماك بنا يا ليس لنا إلا كربا حنينا فخذ بأيدينا إليك يا الله يا الله يا ندمنا على ما اجترحنا من السيئات والخطايا رحماك بنا يا الله رحماك بنا يا الله يا حسرتنا على ما فرطنا بالأوزار حناليك بنا يا الله حناليك بنا يا الله كثرت الرويبضة فاستكحلت الرذيلة وحرمت الفضيلة فارحمنا يا الله فارحمنا يا الله كثرت المعاصي والأهواء وتجبر الأقوياء على الضعفاء فارحمنا يا الله فارحمنا يا الله سجن أهل الأمانة وظهر أهل الخيانة فارحمنا يا الله سجن أهل الأمانة وظهر أهل الخيانة فارحمنا يا الله بلاء عما وطن فارفع اللهم البلاء عنا يا الله فارفع اللهم البلاء عنا يا الله يا من خوفت ناره مرجع الظالمين وشد حبه أفئدة العارفين وملأ رجاؤه نفوس المخبتين يا رب الملائكة والنبيين يا رب الناس أجمعين إلهنا بآلائك صدقنا وبآياتك عرفناك بآلائك صدقناك وبآياتك عرفناك وبجهلنا عصيناك اللهم يا مسهل الشديد ومهين الحميد ويا منجز الوعيد أخرجنا من حل الدين إلى
أوسع الطريق بك ندفع ما لا نطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تدع لنا مهموما ولا محزونا ولا مديونا إلا فرجت عنه ولا مريضا ولا عقيما ولا عانسا ولا أسيرا إلا فرجت عنه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد سواك. اللهم أبطل أثر عين أصابت عقلا فبلدت وعلما فضيعت وجسدا فأمرضت وشوهت. اللهم أبطل أثر عين حاسدة نظرت فما ذكرت ولا باركت نعوذ بالله العظيم من شر الحاقدين والساحرين. اللهم إنا نعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يا غافل الذنب وقابل التوب يا راحم العثرات ومقيل العثرات يا مضاعف الحسنات ولاحي السيئات ببابك واقفين ومن أليم عقابك مشفقين. اكسب لنا يا ربنا في هذه الليلة براءة لنا ولوالدينا من النار يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا وآبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا وآبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم ارحم موتى المسلمين العالمين. اللهم نور قبورهم اللهم أفرحهم في هذه الليلة أجمعين. اللهم من كان منهم محسنا فزد إليه ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عنه. اللهم اجعلهم من أهل الروح والريحان وجنات النعيم والحقنا بهم غير مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا إخواننا رهائن سجون الأعادي. اللهم فرج عنهم ومكن لهم كما مكنت لنبيك المسجون وفرجت عن يونس بن نون. اللهم وفق دعاة الإسلام وعلماء الإسلام لبيان الحق. اللهم وفق دعاة الإسلام وعلماء الإسلام لبيان الحق والدعوة إليه اللهم لا تخوفهم لومة اللائمين ولا تجعلهم كالذي استهوته الشياطين. اللهم انتقم ممن أحرق المصلين اللهم انتقم ممن أحرق المصلين
واجعل هلاكه على احد اعوانه المقربين. اللهم انتقم ممن دمر مساجد المسلمين. اللهم انتقم ممن دمر مساجد المسلمين. واقام وبارك كنائس النصارى الضالين. اللهم انتقم ممن اقام وبارك كنائس النصارى الضالين. اللهم انتقم ممن استعان بالكفار لقتل المسلمين الموحدين. اللهم انتقم ممن استعان بالكفار لقتل المسلمين الموحدين. اللهم شتت شمل العملاء من العرب المرجفين. اللهم شتت شمل العملاء من العرب المرجفين الذين حرقوا وباعوا إخوانهم لإرضاء الأمريكان الكافرين. اللهم شتت شمل العملاء من العرب المرجفين الذين حرقوا وباعوا إخوانهم لإرضاء الأمريكان الكافرين. اللهم انصر أمتنا نصرا عزيزا وافتح لها فتحا مبينا واهدها صراطا مستقيما. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين ودافع عن المسلمين. اللهم قونا وأهلنا لنكون من أياديك على من يعاديك. اللهم قونا وأهلنا لنكون من أياديك على من يعاديك يا رب العالمين. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب نسألك رحمة لإخواننا المستضعفين في الأرض. نسألك رحمة وفرجا لإخواننا اللاجئين المشردين في الأرض. اللهم فرج عن إخواننا من الأفارقة والسوريين يا رب العالمين. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وفي الشدائد مجيرا. اللهم احفظنا بحفظك وكلنا برعايتك. اللهم إنا نسألك الخاتمة الحسنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخاتمة الحسنة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا وخالقنا. ولت الأيام وانقضى رمضان وربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون ونحن عبيدك المذنبون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام واجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأمهات المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله.